المرأة اليوم استوت شريك أساسي في التنمية، استوت صانعة للقرار، مربية الأجيال. دولة الإمارات العربية المتحدة أعطت اهتمام كبير للمرأة وساهمت في تنميتها في كل المجالات. المرأة الإماراتية محظوظة وسوف تلقى الدعم الدائم والمستمر من أسرتها ومن الحكومة وأيضا من القيادة. عام 1971 هو رسم مكانة المرأة في دولة الإمارات اللي وصلت إليه اليوم، وما كانت تعلم أن المرأة بتوصل لهاي المكانة. المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه هو اللي أعطى المرأة المكانة المتميزة ووفر لها كل مقومات النجاح مع رائدة الداعمة للمرأة أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك. طبعا إذا تكلمنا من البدايات، مساواة المرأة مع الرجل في جميع المجالات، في التعليم، في تبوؤها طبعا أيضا للمناصب اللي كانت موجودة خلال الفترات الأولى، فهي شاركت في تنمية دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا المسار يمكن استكمله صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وحرم الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حفظهم الله ورعاهم، أن أيضا كانت للمرأة مكانة كبيرة في إمارة الشارقة. دولة الإمارات العربية المتحدة أعطت اهتمام كبير للمرأة وساهمت في تنميتها في كل المجالات وبالأخص في مجال رياضة المرأة. اليوم نشوف المرأة شريك أساسي في عملية التنمية وفي استكمال مسيرة الاتحاد، فالحمد لله نحن نحظى اليوم بقيادة حكيمة، بقيادة حكامنا في دولة الإمارات اللي يدعمون المرأة بشكل أساسي في هذه الدولة. طبعا يعني كل إنسان إذا يكون وراه دافع يتقدم أكثر، وإحنا طبعا حكومتنا الرشيدة دعمها الأول للمرأة، وحتى إذا ناخذ على دولة الإمارات وخاصة السنة قالوا إن 50% في المجلس الوطني من النساء، وما بالك في الشارقة اللي كانت الداعمة الأولى لهذه الأشياء، خاصة المجلس الاستشاري إذا تشوفين رئيسة المجلس امرأة، وأول من فكروا في الشارقة أن يكون في مجلس استشاري والمرأة تقف بجانب الرجل في كل المجالات. وأنا إذا برجع لك إلى قبل 30 سنة يمكن أو 25 سنة، دعم سمو الشيخة جواهر الله يحفظها إن إحنا كنا كتاب ونكتب على استحياء، يعني حتى كان في هناك اتحاد الكتاب، لكننا ما تجرأنا أن ندخل هذا المكان، لكن بدعم سموها وخلتنا نأسس رابطة للأديبات، ويمكن هذا حدث أول من نوعه على مستوى الوطن العربي. طبعاً نحن محظوظين أن تحت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة اللي تدعم المرأة في كل المجالات، بداية من إنشاء مؤسسات متخصصة تعني بالمرأة وبالأسرة وبالأبناء، على سبيل المثال مجلس الأعلى لشؤون الأسرة اللي تنظم تحت مظلتها العديد من المؤسسات لكافة أفراد الأسرة، من الناشئة إلى الأطفال إلى السيدات إلى مجال الرياضي إلى جوانب مجتمع أسرية. فهذه العوامل ساعدت أن المرأة يكون لها جانب من الاهتمام من قبل القيادة. ستة وستين في المية من الوظائف الحكومية تتبوها المرأة، 30% فيها وظائف قيادية. المرأة تبوأت أيضا رئاسة المجلس الوطني، طبعا استكمالا لهذا كله كان تمكين المرأة في انتخابات 2015، أن أصلا هاي الانتخابات كانت الانتخابات الأولى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ف
فوجود المرأة في الانتخابات الأولى، وأنا أذكر بالضبط يعني دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأيضا قرينة الشيخة جواهر، أن اليوم ليس وجود المرأة فقط في الهيئة الانتخابية، نحن نريد من المرأة أن تكون موجودة أيضا في أن تكون عضوة في ترشح نفسها وتكون عضوة في المجلس الاستشاري. كان هاي الثقة هي اللي دفعتنا نحن ليش نحن ما نكون مع هذا التوجه. الشارجة بلد الثقافة وبلد العطاء وبلد التعليم اللي اهتموا فيه في الأجيال المتتالية، فاليوم المؤسسة فكرتها ورؤيتها جاءت بتاريخ كبير لهذه المؤسسة، بالأخص أن حاكم الشارقة اليوم وقرينة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورئيسة مؤسسة الشارجة رياضة المرأة، رؤيتهم الحكيمة للمرأة الإماراتية وبالأخص في الجانب الرياضي كان من السنوات السابقة، يعني بداية كانت في اهتمامهم بتأسيس نادي الفتيات أو نادي المنتزه سابقا في الثمانينات، إلى أن جاءت الفكرة الأولى بانبثاق أول فريق رياضي في التسعينات كان في إمارة الشارقة. فبعد ذلك جاءت وتوالت هاي الإنجازات والبطولات واستضافة سواء كانت بطولات محلية خليجية آسيوية، إلى أن يمكن انبثقت منها إدارة متخصصة في الرياضة التنافسية اللي هي كانت إدارة رياضة المرأة، وبعد ذلك وصلنا اليوم إلى تواجد مؤسسة معنية بالرياضة التنافسية تهتم برياضة المرأة وتوعيتها بأهمية هذه الرياضة وصحة المرأة، إلى جانب الاهتمام بالرياضة التنافسية ووصول هذه المرأة الإماراتية اليوم إلى أعلى المنصات الدولية. وصلنا إلى العالمية، يعني هاي السنة الأخيرة أو السنتين الأخيرة كانت وجهة نظر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي الله يحفظه أن تترجم كتبنا إلى لغات أجنبية، فيعني مثلا أنا روايتي شارع المحاكم ترجمت إلى 6 لغات، وأنا فخورة أني أقول أنا من الشارقة وأن وصلت للعالمية بسبب ترجمة يعني ما كتبت أنا. والجانب الآخر متعطش فعلا لثقافتنا، لثقافة الخليج، للتعرف على المرأة أصلا أيضا في الدول العربية أو دول الخليج بشكل خاص. تحفيز الدائم من القيادة أن المرأة تستكمل دراستها وتعطيها فرص أن تدخل جميع المجالات في العلوم والمعارف سواء داخل الدولة أو خارج الدولة، بجانب أن القيادة تزكي وتثمن وتشجع المرأة حينما تتبوأ مناصب أو تكون في مراتب قيادية أو مراتب علمية، ف تكرمها وتشجعها إن هي تواصل مسيرتها ما تتوقف عند حد معين من الإنجاز. في مؤسسات حكومية مثل مركز ريادة اللي تدعم السيدات من القياديات في الدوائر الحكومية، هل الدورات التدريبية اللي أنا واحدة من موظفات حكومة إمارة الشارجة اللي دخلت فيها جدا هي مجال واسع لإثراء الخبرة الوظيفية للمرأة، فهل الدورات التدريبية تعطي فرصة للمرأة أن هي تستفيد من تجارب القياديات في مجتمع إمارة الشارجة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام؟ شاركنا في جميع ملتقيات يعني خارج الدولة، وصلنا طبعاً إلى برازيل اللي هي أمريكا اللاتينية، أو كنا معرض الشارقة الدولي يعني ضيف شرف، الشارقة كانت ضيف شرف في معرض ساو باولو في البرازيل، وكان الشعب البرازيلي فعلاً متعطش إلى معرفة ثقافتنا، وحتى لما شافوا إحنا كنساء حاضرات هناك وكانوا يجتمعون أيضاً إنهم يسمعون الندوات الفكرية اللي كانت مصاحبة لهذا المعرض. طبعاً إحنا رحنا بكل
التراث وثقافة الإمارات إلى برازيل، مش فقط يعني إحنا ككاتبات أو ككتاب، أيضا كان المجال، حتى الأكل، حتى التراث الشعبي، كل شيء نقلناه، وكأن الإمارات أصبحت جزء في ساو باولو في وقتها. المرأة طالما لقيت الدعم والتشجيع الكامل من أسرتها، من القيادة، من المجتمع، أعتقد أن المجال مفتوح لها أيضاً أنها تبرز إنجازاتها وتأخذ فرصتها خارج الدولة. من وقت ما كانت ما شاء الله عليها قيادية في دائرة الحكومية اللي تنتمي لها، إلى دخولها المجال السياسي، سواء المجلس الوطني ومجلس الاستشاري، إلى جانب أن شفنا المرأة حالياً منصب سياسي كدبلوماسية في سفاراتنا خارج الدولة، ما شاء الله سفيرتنا في إسبانيا، مناصبها في المجلس، هيئة الأمم المتحدة، ما شاء الله عليها الملحق الثقافي في كثير من السفارات الدولة، دول العربية أو دول الأجنبية، لأن أعتقد وجود المرأة في المناصب القيادية مع وجود رعاية الدولة خارج الدولة، سواء لهدف سياحي أو هدف علاجي أو هدف دراسي، نوع من التقارب، يكون حاجة المواطن خارج الدولة لشخص ممكن يتفهمه، ممكن يتواصل معه، دون التقليل من شأن الرجل، لكن المرأة دائما في المناصب السياسية أو الدبلوماسية أقرب إلى فهم احتياجات المواطن خارج الدولة وتلبية احتياجاته. المرأة اليوم استوت شريك أساسي في التنمية، استوت صانعة للقرار، مربية الأجيال. المرأة اليوم نجدها في المحافل الأكبر، نجدها في الفضاء، نجدها في النووي، نجدها أيضا كمهندسة في تخصصات يمكن تعتبر صعبة. وجود 8 وزيرات في أماكن حساسة، إذا قلنا التربية، إذا قلنا الثقافة، إذا قلنا التنمية الاجتماعية، فهاي الأمور الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يمكن أنا بذكر مقولة للمغفور للشيخ زايد طيب الله ثراه، أن اليوم لا يسعدني أكثر من وجود المرأة في جميع المناصب وتقديم الدعم لها. فاليوم يمكن هاي العبارة رسمت وجود المرأة، وأن تكون هي مقدرة لهاي الثقة. فهاي الإنجازات إذا ينا على المستوى إمارة الشارقة، نحن نعتبر محظوظين، لأن نحن اليوم المرأة موجودة في كل مكان، في المجلس الأعلى للأسرة، المرأة اليوم رئيسة لجمعيات، ممكن نقول هي اللي تقدم الوعي في المجتمع عموما، المرأة موجودة كرئيسة لنقول دوائر مهمة في إمارة الشارقة، وتمثل أيضا في المجلس التنفيذي. وجود المرأة كقيادية في عدة مجالات، سواء في نقول في رياضة المرأة، في المجالس، في الجامعات، هذا هو أن المرأة أنجزت الكثير. طبعا إنجازات دولة الإمارات يمكن المرأة مشاركة بقوة فيها على المستوى نقول المحلي ومستوى الوطن العربي والمستوى العالمي. اليوم المرأة أيضا موجودة في السلك الدبلوماسي من جميع الإمارات، يعني يمكن أكثر من 120 امرأة موجودة في السلك الدبلوماسي. الإنجازات ما بتي بدون دعم، فالدعم اللي تحظى اليوم من قيادتنا في دولة الإمارات، والدعم اللي نحظى اليوم من حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة، رؤيتها الثاقبة في أن نحن بناتنا اليوم يوصلون للمنصات الدولية، إلى جانب أن يكون هناك مجتمع صحي خالي من الأمراض. اليوم إحنا دورنا في المؤسسة إلى جانب الإنجازات اللي موجودة ما شاء الله، اللي يمكن تاريخ هذا النادي أو هذه المؤسسة أدى بها أن تكون عدد الميداليات اللي جايبينها في مختلف البطولات، سواء كانت محلية إلى دولية إلى
طبعاً العربية كانت سبب أساسي ومطلب أساسي موجود عندنا أن نحن اليوم هذه الإنجازات نستكمل فيها مسيرة المرأة الإماراتية. سلمنك حتى وأنا كنت ما زلت طفلة كنت أتذكر أروح الجمعية النسائية في الشارجة أشوف كيف كانوا شعلة الأخوات اللي كانوا قبل، يعني منيرة المدفع، شيخ الناهي كانت يعني طبعاً هي تعتبر أول قاصة في الإمارات في مجلة صوت العصافير طلعت أيضاً، في الله يرحمها فاطمة هادي كانت من رواد يعني الجمعية النسائية، كثير من السيدات يعني طلعنا قائدات. دكتورة عاش السيار يعني أول وكيلة وزارة بمستوى دولة الإمارات، طبعاً هي من الشارقة، يعني هذه اللي إحنا شفناهم قدوة أمامنا، فإحنا أيضاً حاولنا أن نوصل يعني لو شيء بسيط. إنجازات اليوم البنات وخاصة في دولة الإمارات نحن نفخر فيها جميعها، يعني مشاركة دولة الإمارات أو فتياتنا في الوطن العربي بداية بالشيخة ميثة بنت محمد بن راشد إلى شمة المهيري اللي شاركت في الأولمبياد إلى تواجد ما شاء الله لطيفة بعد المكتوم في الفروسية، أعطى ثقة كبيرة أيضا لفتياتنا أن لا في يوم بيوصلون لهذا الحلم وهو الوصول للأولمبياد. فنشوف اليوم ما شاء الله بطلتنا فارستنا نادية تريم تحضر في معسكر خارجي حتى أنها تشارك في أولمبياد طوكيو 2020 بإذن الله، إلى جانب العديد من الأسماء اللي موجودة عندنا. عندنا لطيف الحسني بطلة المبارزة شاركت في أولمبياد اللي هو خاص بالناشئات في السنة السابقة، فهاي الأسماء كلها تعطي ثقة لفتياتنا اليوم أن راح يكون في مشاركة، راح تكون في حلم أنتوا تقدرون تشاركون فيه وتوصلون فيه لأعلى المنصات الموجودة سواء كان في الأولمبياد أو حتى أي بطولة دولية موجودة في دول العالم. تلفزيون الشارجة أعتقد أنه بيئة جاذبة جداً لخريجين من طالباتنا جامعة الشارجة، ما تتصورون سعادتنا نحن لما نشوفهم ما شاء الله عليهم مذيعة خلف الكاميرا مصورة في الإعداد في الإخراج، يتصلون فينا يبون ينظمون هذا اللقاء وعلى طول نحن نستحضرهم ونتذكرهم إن كانوا يوم الأيام على مقاعد الدراسة ونحن ندرسهم. حاليا نحن نشوفهم قاعدين يكملون دراستهم في الماجستير بكلية الاتصال، فنقدم لهم الدعم والتشجيع طبعا، لأن بالأول والأخير المجال لهم هم للمستقبل وللعطاء. فالمرأة الإماراتية لما نشوفها والفتاة لما نشوفها في مقاعد العمل هذا أكثر ما يسعد الأستاذ في البيئة الأكاديمية. اليوم بعد الدعم اللي أنا لقيته كعضوة في المجلس الاستشاري وكبرلمانية والثقافة اللي اكتسبتها، يمكن هذا لازم يكون نموذج لكل امرأة في هالمجال أن تتطلع لأشياء نقول لشيء أكبر من هذا. فأنا أيضا تطلع اليوم أن أوصل وأكمل مسيرتي البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي. نظرتنا المستقبلية اليوم للمؤسسة عندها طموح يعني كبير ورؤية كبيرة انبثقت من رؤية حاكم الشارقة وقرينته، أن نحن اليوم نؤسس بطلات نوصل فيهم للعالمية، إلى جانب أن نحن نخلق بيئة رياضية صحية يتمتعنا فيه دولة الإمارات وإمارة الشارقة تحديداً، حتى نكون بالفعل مؤسسة داعمة، مؤسسة تخدم مجتمع الإماراتي. أخذت المرأة خطوتها إلى الأمام وإلى أنها تشارك أخوها الرجل في كل ما الأشياء اللي موجودة في دولة الإمارات حتى نرتقي ونصل إلى العالمية، وفعلاً وصلنا إلى العالمية. المرأة الإماراتية مثل ما قلت محظوظة، وسوف تلقى الدعم الدائم والمستمر من أسرتها ومن الحكومة وأيضاً من القيادة.
المجال غير متوقف والطريق أمامها طويل، ولكنها هي جديرة بأن تصل إلى أعلى منصب وأعلى مستوى.